صباح الفل عليك يا روزان، اتفضلي. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد 10 الصبح في الاهلي، طبعا موجوده معاكم من النادي الاهلي فرع الجزيره لنقل اخر الاخبار والمستجدات. هنبدا بخبر عن يعني فريق او عوده تدريبات الناشئين استعدادا طبعا للموسم الجديد. بدات بالفعل كل استعدادات فرق الناشئين بالكامل استعدادا لموسم جديد قوي جدا ومهم، ويمكن بادئ بتغييرات كتير يمكن تابعناها كمان في الفتره اللي فاتت. ويمكن بدا بالفعل كابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الحالي سلسله من اجتماعات مكثفه مع الجهاز الاداري بالكامل لقطاع الناشئين، طبعا لوضع يعني رؤيه لسير العمل الفتره القادمه عقب طبعا توليه المنصب، واكيد مهتم بكل التفاصيل الفنيه والخططيه يعني لاستمرار اكيد يعني التالق في الموسم الجديد. الفريق الاول للتنس الارضي السيدات بالنادي توج بلقب بطوله الدوري العام بعد الفوز على فريق وادي دجله بالنتيجه 5-1 في المنافسات النهائيه اللي جمعت بينهم مساء امس الاحد. اقيمت المنافسات على ملاعب نادي الزهور، وقدم الفريق طبعا عرض قوي ونجح في حصد بطوله الدوري عن جداره واستحقاق. كمان الفريق قد فاز على نادي الصيد بنتيجه 5-4 في الدور قبل النهائي، قبل طبعا تاهله للنهائي وحسم لقب البطوله. خلينا طبعا نبارك اكيد يعني للتنس الارضي سيدات، عاملين موسم اكيد يعني مميز جدا، بنقول لهم اكيد الف مبروك. تعقد بقى لجنة العضوية بالنادي برئاسة طارق أنديل عضو مجلس الإدارة في حضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وممثلي إدارة الاشتراكات اجتماع النهاردة يعني الساعة 12 الظهر لإجراء المقابلات الشخصية لمن تقدموا بالاشتراك في عضوية الأهلي أو أي طبعا من الفروع، وتجرى طبعا المقابلات بنظام الأونلاين عبر برنامج زوم سواء للمتقدمين من داخل البلاد أو خارجها خاصة من الدول العربية. وشهد طبعا الاجتماع الأول عدد كبير جدا من الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي من المقيمين بالسعودية والبحرين والإمارات وإنجلترا. كمان اللجنة قررت العمل بنظام الأونلاين للتيسير على كل المصريين الذين يرغبون في الانضمام من أي مكان في العالم، حيث يستطيع طبعا لأي راغب في الاشتراك بسحب استمارة أونلاين دون طبعا الاحتياج للحضور لأي فروع من فروع النادي. ده أكيد بيسهل على يعني جميع المتقدمين للاشتراك، يعني موضوع الأونلاين أكيد بقى دلوقتي هو المتداول وبيسهل على كل الناس إجراء أي حاجة. أخيرا بقى تتشرف لجنة المرأة تحت إشراف اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية أن تعلن عن ندوة علمية بعنوان سلامة صحتنا أفضل لحياتنا للأستاذ الدكتور حسام وافي رائد الطب الباطني وأمراض القلب وأستاذ الطب الحالات الحرجة بالقصر العيني، وده هيكون النهاردة يوم 7/8/2023 في تمام الساعة 9 مساء اليوم، طبعا هيكون في مقر النادي هنا في الجزيرة في قاعة فكري أباضة. خليني طبعا قبل ما ارجع لكم واختم كلامي يعني اقول لصديقتي واختي العزيزه نهوان سري كل سنه وانتي طيبه، عارفه عيد ميلادك كان يوم السبت اللي فات، ولكن احنا كل الاسبوع ده بقى هنفضل نحتفل بيكي ويعني ان شاء الله لمده شهرين السنه دي كل احلامك وكل اللي نفسك فيه. بشكركم، دي كانت ابرز الاخبار واهم الاخبار اللي معايا، بشكركم، عوده ليكم مره ثانيه. ميرسي يا روزان جدا.